الفيديوهات اللي قام توصل لي، اخذوا رقمي قام يدزوا لي من فوق، باعوا الفيديوهات والبهذله باعوا. هسه راح تشوفون باعوا. بعد شو يصير؟ وين النظام جوه؟ وين الترتيب؟ شنو هالمذله الجوه دي تصير؟ هذا مو واضح بس راح تشوفوه بالتصوير. راح ننزله وراح تشوفون تفاصيل هواي فيديوهات راح تشوفوها. خلي يشوفون مو يقولون خطه بتشجع التقاعد، انا ما ادري احكي هسه. هاي الناس قدامكم ما تبنيت قضيه، هاي الناس هي نفسها قاعد تحكي، اللي قاعد يطبون جوا ينذلون. خيرك اخوي. السلام عليكم. عندنا مناشدة رئيس الوزراء، عندنا اطفال نحن زارعين القوقعة، يعني هذا هو طفل سواله علاج زرعوا له قوقعة، يعني احنا القوقعة يعطل الواير، هي الكترونية يعطل الواير يعني 200,000، اللي ما عنده منين يجيب. سجلنا على مود رواتب من 2019 ولحد الان، كل ما اروح لهم يقول لي قيد الانجاز. يا مستشفى موضوعك. احنا مو بالمستشفى، ام هاي شركه نمساويه بالكراده، يعني احنا الدوله غير، يعني احنا وين نروح؟ يعني اقل واير اشتري ب 200,000 بالمستشفيات موجودة ما موجوده ابد ابد، لازم نروح هاي للشركه، بس هاي الشركه بالكراده موقعهم. زين يعني احنا شنو الحل؟ ما عنده منين يجي؟ تشتغل انت؟ انا كاسب. سجلنا على مود هم على مود راتب على اساس بال 2019 ولحد الان كل ما اراجع العامه يقولوا لي قيد الانجاز. ناشد رئيس الوزراء. اي واحنا ده الناشده. قول موضوعك واسمك ورد رقمك. علاء باقر محمد، رقم تليفوني 0770452-0997. يعني اني سولف سالفتك الرئيس الوزراء. يعني احنا زارعين القوقعه اطفال، يعني احنا ورانا تدريس، لازم تعرف انت من يزرع له قوقعه ما يحكي بصوره صحيحه، لازم ندرسه نعطي فلوس للمعهد، اوكي ما عندنا مشكله، بس نريد الناشد. يعني عطى الواحد ب 200,000 وانت ما عندك امكانيه. ما عندي امكانيه، انا واحد من الاف، مو بس انا الاف، يعني لو تروح تشوف مكانهم بالكراده العالم هيج قاعده، اقل عطل يبقى 3 اشهر 4 اشهر، لازم ياخذونه للنمسا يصلحونه ويجي. يعني اقل عطل قلت لك انا الواير ب 200,000 اشتريه والله، ويجوز 3 ايام يعطل. انا عندي واحد واخواني عندي كل واحد 2. الله يكون رحم الله والديك، انا اشكرك.